وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هذا الحديث العظيم الذي يخبر فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا يسمى عند أهل العلم بالحديث القدسي، وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وفيه يقول: قال الله تعالى أو نحو ذلك عن ربه. هذا الحديث يدل دلالة عظيمة على عظم الصبر إذا فارق الإنسان صفيه بموت اختاره الله سبحانه وتعالى، ويكون ذا صلة منه قوية من أب أو أم أو ولد أو زوج أو زوجة أو أخ أو عم أو صديق، إذا أخذه الله عز وجل وجاءه الأجل، ثم احتسب الإنسان في ذلك الأجر وصبر ولم يجزع، فليس له جزاء إلا الجنة. وهذا دليل على عظم فضل الصبر، وهل يجازى الإنسان بذلك إلا بالأجر العظيم، كما أرشد إلى ذلك نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وجاء في فضل الصبر على فقد الولد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فهنيئا لمن فقد حبيبه وصبر على ذلك، هنيئا لمن فقد ولده وصبر على ذلك بأن يبنى له بيت في الجنة. وهذا دليل على عظم الصبر عند المصائب، إذ الصبر صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على قضاء الله وقدره. حري بنا أن نكون من الصابرين، نحمد الله ونسترجع بقولنا: إنا لله وإنا إليه راجعون، وبأن نقول عند المصائب: الحمد لله على كل حال. وحذاري من السخط عند المصائب، ومن النياحة والجزع، ومن لطم الخدود وشق الجيوب، ومن النعي بنعي أهل الجاهلية كما يفعل بعض الناس. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الصابرين، وأن يكتب لنا الأجور ويضاعفها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.